بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد مبروك. النهارده ان شاء الله بشرح لكم حاجه تنفع الناس اللي بتعمل برزنتيشن وبتعمل فيديوهات وبتشتغل كمان على المدرسين مثلا اللي بيعملوا حصص او كده، او حتى الناس الطلبه اللي بتعمل برزنتيشن وعايز البرزنتيشن ده يظهر فيه صوت. فازاي تقدر تخلي الصوت ينزل مع الباوربوينت، وكمان تقدر تضمهم مع بعض كفيديو وينفع تحملهم على اليوتيوب وعلى اي برنامج تاني. اول خطوة حضرتك ببساطة شديدة جدا، افتح الباوربوينت بعد ما تكون مجهزه. انا عندي مثلا باوربوينت اهو على الديسكتوب اسمه ريلاتيفيتي، بغض النظر عن ده ايه حاجة لها علاقة بشغلي انا، بس ده اول مجرد باوربوينت انا مجهزه عشان احوله بعد كده مثلا لفيديو. الباوربوينت اراجعه الاول واتاكد من مكوناته ان هو سليم وتمام ما فيهوش مشاكل. خلاص كل ده الكلام ده اللي انا هقوله وهشرحه في وسط الشرح بتاع الدرس بتاعي. خلاص حددت انا عايز ايه، ابدا بعد كده عايز اسجل بقى صوتي على الباوربوينت. عشان اسجل صوتي على الباوربوينت اول خطوه بخش على العلامه دي سلايد شو، شايفينها فوق خالص، هتدوس عليها هتلاقي تحتيها على طول ريكورد سلايد شو. بالمناسبة أنا شغال على أوفيس 2010، أقل من كده هيبقى صعب إنك تعمل الحركة دي، لكن الأوفيس 2016 في إمكانية أعلى كمان من كده، بس أنا بشرح دلوقتي على أوفيس 2010. لما تدوس على كلمة ريكورد سلايد شو هيجيب لك اختيارين، اختيار إنك تبدأ التصوير بتاعك أو الفيديو بتاعك من أول سلايد، أو تبدأ من السلايد اللي أنت واقف عليها. هتقولي في ساعات ان الكلام ده ملوش لازمه، لا ده مهم جدا، لانك ممكن تسجل صفحه او اتنين وتريح شويه تروح مشوار وتقفل وتروح مشوار، ودي تكمل عايز تسجل الصفحه الثالثه او الرابعه، وكل ده هيتعمل على فيديو واحد بعد كده. فساعتها هتختار بقى ايه، هتختار ستارت ريكوردينج فروم ذا كارنت سلايد. كارنت سلايد يعني السلايد اللي انت واقف عليها دلوقتي. انا بقى دلوقتي هسجل من الاول خالص، اروح نختار اول اختيار، هيجيب لي اختيار تاني بيقول لي انت خلي بالك انت هتبدا ريكورد وهتسجل مش عارف ايه وبقيه الملاحظات دي. هقول له اوكي واكتب كلمه ستارت ايه ريكوردنج. لما اكتب كده سلايد ريكوردنج هو بدا يسجل حالا، الكلام اللي انا بقوله دلوقتي بيتسجل جوه سلايد بتاعه الباوربوينت. بعرف ازاي؟ بص كده معايا، في تايم هنا على الشمال وتايم على اليمين. التايم اللي على الشمال ده التسجيل بتاع الصفحه اللي انا فيها دلوقتي. التايم اللي على اليمين ده التسجيل الكلي بتاع كل الباوربوينت او الفيديو اللي انا هعمله. يعني انا الكلام دلوقتي اتسجل على كلمه ريلاتيفيتي اللي هي الصفحه الاولى، عايز انقل على الصفحه الثانيه ممكن بالمسطره او بالسهم اروح ناقل على الصفحه الثانيه. لاحظ حصل ايه، التايم اللي على الشمال بدا يعد من الاول عشان دي الصفحه الثانيه اللي هو التسجيل بتاع الصفحه الثانيه. التايم او الزمن اللي على اليمين بيكمل عادي، ده بيكمل بقى الوقت بتاعنا عادي. الكلام ده هقعد اقوله واشرحه واشرح بقى كل صفحه براحتي خالص، وكل ما اخلص صفحه انقل على الصفحه اللي بعدها. ومسموح لي ان انا لو عايز اريح ممكن اعمل صفحتين ثلاثه اربعه، تعبت اريح ازاي، عايز اوقف الكلام ده ازاي. لما اوقف الكلام ده ادوس على الاكس اللي هنا دي بس، فالاكس دي مجرد ما اعمل عليها كليك هيوقف الكلام ده وهيخزن الصوت اللي انا عملته جوه البرزنتيشن، ناقص بس اعمل سيف بعد كده. طيب نعمل تجربه كده واقفل، انا قفلت كده خلاص عملت اكس، شفتوا هتلاحظوا حاجه في الفيديو دلوقتي. بص معايا الريلاتيفيتي تحتها علامه صغيره بتاعت مين، بتاعت السماعه، دي علامه السماعه معناها ان الصفحه دي تم تسجيل الصوت فيها. طب اسمعك الصوت اللي فيها، احنا قلنا ايه، انا هشغل الصوت ده يا جماعه مش صوتي انا هسكت واسمعكم اللي اتسجل في الصفحه دي. اكتب كده سلايد ريكوردنج، هو بدا يسجل حالا، الكلام اللي بقوله دلوقتي بيتسجل جوه سلايد بتاعت الباوربوينت زي ما انتوا شايفين كده. طيب الصفحه الثانيه نفس الكلام، هتلاقي برضو متسجل فيها الكلام اللي اتقال. نعمل على الصفحه الثانيه، لاحظ حصل ايه، التايم اللي على الشمال دلوقتي انا سجلت الصفحه الاولى والثانيه، طب بقيت صفحات ما سجلتش فيها حاجه، انا حر ممكن ما سجلش ممكن اسجل، المهم انا سجلت كل صفحه. في شويه مميزات بقى، خلي بالك الصفحه دي لو ما عجبنيش الكلام او قلت كلام غلط وعايز يتعدل ممكن اكنسل الكلام اللي اتقال. يعني ممكن ادوس هنا، ركز معايا، لما يجي لك على المربع ده انت ممكن تتحكم في كذا حاجه، ممكن اعلي الصوت اوطي الصوت اللي انا هسمعه، ينفع ان انا ايه اكنسل الصوت خالص، بدوس على باك سبيس او الزرار بتاع ديليت وامسح الايه الصوت كده، انا مسحت التسجيل على الصفحه دي، بقى عندي الصفحه دي بس هي اللي متسجل فيها الصوت ودي لا.
هكذا اعمل مع كل الكلام. طب انا عايز دلوقتي ابدا من الصفحه التانيه مش من الصفحه الاولى، اقف على الصفحه التانيه واقول ريكورد سلايد شو تاني، بس المره دي بقى اوعى تختار اول اختيار، لو اخترت اول اختيار هيبدا يسجل من الصفحه الاولى وهيكنسل ويمسح اللي انت سجلته قبل كده. هتخلي بالك دي نقطه مهمه. انا دلوقتي هبدا من الصفحه التانيه فاختار الاختيار التاني، اختار كده هيقول انت عايز تبدا ريكورد مسج دلوقتي، هقول له اوكي، اروح فاتح، فتح لي فعلا الصفحه دي بتاعت سبيشال ريلاتيفيتي. ممكن اقعد اشرح بقى فيها واقول هي عباره عن ايه، يعني ايه ريلاتيفيتي، يعني ايه بيستوليتد اوف ريلاتيفيتي، وهكذا. طبعا الكلام ده سواء عربي او انجليش مش هيفرق معاك، انا بس بفهمك الفكره. سجلت انا شويه هون في الصفحه دي، خلاص خلصت، ممكن انقل على الصفحه اللي بعدها قلنا بالمسطره، واسجل هنا شويه كلام واتكلم عن اينشتاين، مين هو البرت اينشتاين، اتولد سنه كام وعاش ايه وايه نظرياته المشهوره ومش عارف ايه، واقعد اقلب وهكذا. طيب في نقطه بقى مهمه اثناء الشرح ممكن تشتغل عليها، ايه هي؟ وانا شغال دلوقتي وانا بسجل، لو نزلت بالسهم كده لتحت هلاقي في شويه حاجات ظهرت تحت، ركز كده معايا، في سهم شمال وسهم يمين لو عايز اقلب الصفحات بدل ما اقلب بالاسهم بتاعت الكيبورد، وهنا ممكن اكتب معلومه، وهنا ممكن الون او اعمل لون معين، ودي طبعا ممكن اكتب بيها، يعني ممكن ادوس على علامه كده، بص كده معايا هيديني ايه، هيديني شويه معلومات ان انا اكتب او اعمل هايلايت او اي حاجه. فممكن اقول بين واكتب الكلام اللي انا عايزه، او ممكن كنت اعمل هايلايت اللي انا عايزه. بس خلي بالك بقى من حاجه، اول ما تدوس على البين وعلامه القلم الصوت يتوقف عن الكلام، يبقى انا بعد ما اختار القلم اللي انا عايزه وعايز اكمل صوت اروح مدايس على السهم ده تاني، كده انا هكمل الصوت اللي انا وقفته. يبقى انا دلوقتي لو عايز اكتب حاجه تحت المفروض عارف ان انا اختيار القلم بتاع الكتابه هيدلني على طول على توقيف الصوت. نجرب كده تاني، نجرب صفحه تانيه زي الصفحه دي. احنا دلوقتي ممكن نعمل ايه، ممكن نعمل كتابه، بس علامه الكتابه مش ظاهره معايا دلوقتي، بس عادي خلاص انت فهمت ايه النظام ماشي ازاي. دي الطريقه اللي انا هسجل بيها، هوقف بقى التسجيل. انا كده بيقول لي انت عايز تحافظ على الشخبطه اللي انت عملتها والكلام اللي انت كتبته، لو قلت له كيب خلاص يبقى هو هي ايه، هيحفظ الصوت ويحفظ الشخبطه او الكتابه اللي انا كتبتها اثناء الشرح. لو قلت ايه ديسكارد خلاص، قلت له انسى الكلام ده يبقى الشخبطه مش هتظهر. انا هقول له كيب واوريك دلوقتي الشكل بقى عامل ازاي. لاحظ في صفحه اللي هي الصفحه دي ظهر فيها الصوت على اليمين اهو، وظهر فيها الشخبطه اللي انا شخبطتها، كنت ممكن تحولها لكلام او اي حاجه انا عايزها. كده انا عملت الايه، عملت الباوربوينت وحولته ايه لباوربوينت وصوت. ناقص بقى الخطوه الثانيه الاهم، وهي ان انا اسجل الكلام ده فيديو. اسجل فيديو ازاي؟ بختار كلمه فايل من على الشمال تحت شويه كده، تحت برنت في حاجه اسمها سيف اند سند، سيف اند سند اختارها، هتلاقي ظهرت حاجه اسمها كرييت ا فيديو. لو حد بيستخدم على اوفيس 2016 هيلاقي كرييت ا فيديو ظاهره قدامه على طول. لما يختار كرييت ا فيديو هنا عندك تو اوبشنز، اول اختيار ده اللي هو الريزوليوشن بتاعت الفيديو ده هيطلع قوه قد ايه، هو كده في كلمه لارج، انصح الناس تخليها ميديوم لان اللارج الفيديو هيطلع تقيل قوي مش هتعرف تحمله بسهوله، لكن الميديوم ده بيطلع الفيديو بسيط تعرف تحمله اسهل بكتير من الفيديو بتاع التصوير بتاع الكاميرا العاديه. اختار ميديوم وبعدين كرييت ا فيديو. لما اعمل كرييت ا فيديو هيبدا بص كده يقول انت عايز تحمل الفيديو ده فين، هقول له على الديسكتوب او في اي مكان، وهنا لو في اختيارات كنت اخترت ام بي 4 او اسيبها زي ما هي كده ميديا بلاير، هقول سيف وهيبدا يحمل. هنسيبه يحمل شويه تحت كده التحميل اللي على اليمين ده، لما يخلص خلاص كده انت سجلت الفيديو، هتلاقيه ظهر جنب الايه، جنب البرزنتيشن الاصلي بتاعك، هيبقى الاثنين موجودين، برزنتيشن باوربوينت موجود زي ما هو والفيديو جنبيه زي ما هو. ممكن الفيديو بقى تاخده وتنزله على اليوتيوب، تبعته لزمايلك على الجروبات، او تستفاد منه باي طريقه. كده انت حولت البرزنتيشن بتاعك صوت وصوره في نفس الوقت وبقى فيديو. دلوقتي بعد ما الفيديو خلص خلاص والباوربوينت اتحول لفيديو، بص يا جماعه هيبقى شكله بالشكل ده، عليه علامه الفيديو، هو كده خلاص بقى ام بي 4 واتحمل بقى 9 ميجا بايت، وده حاجه كويسه جدا مع ان السلايد بتاعتنا كبيره، يعني الباوربوينت اصلا كبير. فنفتحه كده ونجرب، ادي بفتح الريلاتيفيتي دلوقتي كده سلايد ريكوردنج، هو بدا يسجل حالا الكلام اللي بقوله. انا واقف بس ثواني، لاحظ ان ده خلاص ده كده بقى فيديو بالظبط زي اي فيديو، مدته مثلا 5 دقايق، ودلوقتي بسيبه يشتغل هتلاقي الصفحه بتتقلب لوحدها وكل حاجه بتشتغل لوحدها. نسمع شويه بس، انا عارف الصوت بيبقى مزعج سنه،
لما اشغل فيديو في نفس الوقت، بس يعني ايه تبقى فاهم النظام ماشي ازاي. اتفضل. دلوقتي بيتسجل جوه السلايد بتاعت الباوربوينت. ممكن يمشي شويه كمان كده الفيديو، هتلاقي بوينت او الفيديو اللي انا هعمله. انا الصفحه دي بتاعت سبيشال معاك، انا بس بفهمك الفكره. معلومه وهنا تعمل ايه، ممكن اعمل كتابه بس. طبعا في الصفحات الاخيره دي خلي بالكو ما كنتش سجلت فيها حاجه، لكن هي هتشتغل عادي، هتقلب كل شويه ويقعد يقلب لوحده حوالي يعني 5 ثواني بين كل بيج والتانيه طالما انا ما سجلتش فيها صوت. لكن لو سجلت صوت بياخد وقته لحد ما تخلص كلامك خالص وبعدين يقلب، او انت اللي بتقلب اثناء التسجيل. لكن هو دلوقتي طالما جزء انا ما سجلتش فيه هيقعد يقلب بالمنظر ده لوحده. دي برضو حته مهمه عشان تبقى عارفها وانت بتسجل شغلك، ما يبقاش فيه اي لخبطه ان شاء الله. جرب كده، ولو في اي مشكله ابعت لي في الكومنتات بتاعت اليوتيوب، وانا ان شاء الله هرد عليك لو في اي حاجه محتاجه توضيح اكتر من كده. وربنا يوفقكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.